السلام عليكم اخواني اخواتي متتبعي قناه محبي الخياطه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الفصاله تاع واحد الثوب جوهره ما فيهش طول، فيه غير 2.30 متر. ان شاء الله غادي نحاول نخرج منه قفيطين. الطول خديت فيه 1.30 متر، هو سطرته باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي نبدا ان شاء الله غنطراسي من هنا. هاد القفيطين مفتوح، غادي نخلي واحد قياس واحد السنتيم عاد باش غادي نبدا نطراسي. تقويره فيها 8، الكتاف فيهم 21، غادي نطيح الكتاف ب 4 سنتيم. غادي ندير التركيز ديالي. بزاف تاع الناس كيسولوني على التركيز. التركيز هو الصدر، العبار تاع الصدر مقسوم على 4.2 سنتيم. ملي كناخدو العبار ديال الصدر وكنزيدو 12 وكنقسمو على 4، داك العبار اللي لقينا كنقصو منه 2 سنتيم هو اللي كنحطو في التركيز. كنهبط لعند هاد 4 تطيح هاد الكتف وكنقسم التركيز على 2. كندخل هنا 2 سنتيم، كناخد العبار ديال الصدر ديالي، دائما كنخلي داك السنتيم كما قلت لكم. غادي نلاقي هاد النقط هادو تطيحه تاع الكتف مع الجوج اللي دخلت بها مع العبار ديال الصدر، كيجي بهاد البيستولي ساهل. كنطيحو الكتف، كنجي لهنايا العبار ديال الصدر كنهبط ب10، كنعاود نهبط ب16 سنتيم. هنايا في العبار ديال الحزام، في النقطة ديال الحزام غادي ندخل ب2 سنتيم. داكشي اللي عندي في الصدر غندخل به ب2 سنتيم. وغندير العبار ديال الحوض ديالي، وغادي نقاد الإيفازي. هاتو تشوهرة شوية كي تفلت صافي. وغادي نشوف شحال بغيت في العرض. غادي ناخد العرض اللي بغيت هنايا. العرض غادي ندير فيه هنايا 45. دابا سطرت العرض اللي بغيت، غادي نجي نطلع ب4 سنتيم، وغادي نسطر غير حتى النص. نسطر هنايا حتى النص صافي باش ما يتنقش ليا من العبار ديالي صافي. وغادي هذا هو العبار ديالي. قبل ما غادي نقطع غادي نعاود نقلب هنايا على الظهر فين غنلقى الكتاف وفين غنلقى هذا قبل ما نقطع، باش الا كان مثلا ما كفانيش غادي نقص من العبار ديالي. انا حطيت دابا خديت الطرف الامامي حطيته على الثوب الاخر وقلبته باش ندير الطريقه تاع الداخل في الخارج صافي. كفاني من هنايا، واخا ما فيهش الطول فيه العرض. غادي نعبر دابا التقويره تاع الخلف باش ما تجينيش مخالفه على هذا السجاسه جهرته. غادي نهبط ب2 سنتيم هنايا التقويره تاع الخلف، غادي نقادها صافي. وغادي نتبع بالتقطيعه لهذا الطرف هذا الامامي. اللي ما عارفش من الاحسن اما يتراسي بالطباشير اما غيشد بالفنيت باش ما يهربش ليه الثوب.
ديما يدينا غنخليوها فوق الثوب شويه جمره صعيب شويه في الخياطه. صافي غادي نقطعو كامل، ملي غنقطعو نتلاقاو ان شاء الله. دابا قديت الثوب باش نصايب الاكمام. العرض ديال الثوب اللي كندير به الكمين هو العبار ديال التركيز زائد سنتيم، هو اللي كنحط هنايا كيجيني العبار هو هذا. عندي مثلا دابا انا درت في التركيز 26، درت في هذا العرض 27، عندي في الطول ديال الكم غير 45، هذا غير 3/4، غادي نسطر. غادي نهبط ب 12 من الجهه المفتوحه، نجي للجهه المفتوحه نهبط ب 12 سنتيم، غادي نسطرها نجيبها للراس ديال الكم، هذا الخط هذا غادي نقسمو على 4. كندير لكم طريقه سهله، غير كطوي السنتيم هكا بلا ما تبقاو كتحسبوا ما والو، غنطوي هكا وغنعاود نطوي على 4، غنعاود نجي عاوتاني نقسم هاد البلاصة حتى هي على جوج. فهاد الجهة اللي قريبة للمفتوحة كنهبطو بسنتيم، وهنايا كنطلعو بسنتيم. ممكن تقادوها غير بيديكم، ممكن تصايبوها بهاد الرجلة هادي، كدوزو على هاد النقطة اللي هبطنا بسنتيم، كتجيو من النقطة ديال 12 لهاد النقطة اللي هبطنا بها، النقطة تاع الوسط، وكنقلبو هاد الرجلة عاوتاني، كندوزو على هاد السنتيم اللي طلعنا به، وكتجيكم هكا سهلة. دابا غادي نشوف الراس ديالكم، غادي ندير فيه 17 سنتيم، وغادي نقاد الكمامة ديالي. فهذا ما قسمتش، ما خديتش النص ديال الكم، وهذا ما لقيتهاش اصلا، هو غير 3/4، داكشي علاش ما خديتش النص ديالو. صافي دابا غادي نقطعو ونتلاقاو. هذه هي الطريقه تاع الفصاله ديالنا ديال الجوهره، واخا ما فيهاش الطول حاولنا نخرجوها بالطريقه تاع الداخل في الخارج. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح وتجيكم سهله في الفصاله. تلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله.